دول اهم حاجه السنه دي، يعني في سنه اولى كلها لو انت قست الضغط صح ده حاجه كويسه جدا، لو انت شفت النبض صح حاجه كويسه جدا، وبالذات هنا. يعني ايه هنا؟ في المملكه حيث الحوادث والطرقات والدنيا بايظه. فبنقول ابسط حاجه يعني الحمد لله اللي احنا متاكدين منه، انك اكيد اكيد الحمد لله والشكر لله جبت الضغط للناس اللي في البيت، يا اما جبته يا اما في الطريق اليه ان شاء الله. فابسط حاجه لما تجيب لهم الضغط، مش كده؟ تقيس لهم الضغط صح. الضغط بيتقاس يا شباب سواء للناس اللي هي نورمال والاخص اللي عندها هايبر تنشن او عندها هايبو مين هايبر تنشن. فاحنا عاوزين نتعلم السكيلز بتاعت الاثنين دول لا اكتر ولا اقل، ازاي تقيس النبض صح وازاي تقيس ضغط الدم صح، ارتيريال بلاد بريشر. فايهما نبدا؟ تبدا بالبلاد بريشر. صح، النورمال سيكونس انك تبدا بالبلس، لان مفيش ارتيريال بلاد بريشر وذاوت ميجر ان دي بلس. يبقى التطور الطبيعي للحاجه الساقعه اللي احنا ايه نتعلم قياس النبض الاول، ارتيريال بلسيشن. اول سؤال بتساله لنفسك انت ليه عاوز تتعلم الارتيريال بلسيشن؟ ليه؟ لانه ده فايتال ساين. يعني ايه فايتال ساين؟ علامه من علامات الحياه. ابسط حاجه انت نزلت حادث لا قدر الله على الطريق وفي ناس مغمى عليها، انت عاوز تشوف اللي مغمى عليه ده حي يرزق ولا ها انتقل الى رحمه الله تعالى. كل اللي عليك هتعمل حاجه واحده بس، انك تشوف النبض، هاو تو ميجر ها ذي ارتيريال بلسيشن. السؤال هل ده سهل ولا صعب؟ لا ديفيكال. لا مش سهل ولا حاجه، انت لازم تكون لازم تكون عندك خبره معينه. يبقى كانك الارتيريال بلسيشن النبض اللي في الشريان هو ميرور ايمج للنبض اللي جاي منين؟ من القلب. without the heart beat no life، ومن ثم اصبح مين؟ فايتال ساين. فاول حاجه انت هتقيس النبض فين؟ السايت اوف ميجرنج ها اول حاجه فين يا شباب؟ in all side of the body. عندك four limbs كام؟ أربعة. وتو on the neck يبقى كده كام؟ ستة. احنا بنقيس سبعة arterial pulsation. طب السؤال انت ليه بتقيس في السبعة؟ عشان تؤسس الانتجريتي اوف ايتش بارت، تشوف كل حتة سليم. انت في حادث فيا فرحتي انت ملبوخ فوق في النك ها والرجل دمرت تحت، فانت لازم لما تيجي تعمل اسسمنت للارتيريال بلسيشن يا شباب تعمله في الفور لم والتو سايد اوف ذا نك. مين الموست امبورتنت؟ النك. خلاص احنا مقتنعين كلنا ان ذيس از ذا موست امبورتنت. ليه؟ ده منه لوك كبير على طول، ده للبرين. فيبقى الكير كله انك تديه لمين؟ للهيد والنك. بس ما تنساش اللور لم، ما تنساش اللور لم. ليه؟ وارد ان في بعض الحوادث لا قدر الله يكون العظمه مكسوره. طب وماذا بعد؟ العظمه كسرت العظمه قطعت شريان صح؟ فقطعت شريان فما وصلش دم ايه؟ لما تحت الشريان. معناته ايه؟ ان الحته دي هتموت. لو ما انقذتهاش في خلال نص ساعه هتموت. فانت لازم تبقى فولي اوير، حياه البيشنت ولا حياه رجليه؟ حياه البيشنت. دور على ها الكاروتيد ارتري. طب وبعد ما اطمنت ان الكاروتيد موجود ابدا شوف الراديال. بعد الراديال ها شوف او فوق الراديال هنا مين؟ البريكيال. البريكيال فوق الراديال وبعدين الفيمورال ها بوبلوتيال وحاجه تحت اسمها دورزالس بيدس ارتري والبوستيرو تيبيال ارتري. يبقى ده السيكونس الطبيعي. السيكونس مين؟ الطبيعي. فاول حاجه هتقيس النبض ازاي؟ ها هتقيس النبض ازاي؟ خلينا نبدا باهم حاجه اللي هو مين؟ ها الكاروتيد. الكاروتيد عندنا طريقه من اثنين، يا اما تستخدم التو ميدل فينجر او التيب اوف ذا فينجر، يا اما تستخدم مين؟ الثمب. لو انا هقف ورا البيشنت كده ممكن استخدم كده مين؟ ها اشوف هنا في عضله اسمها ايه العضله اللي هنا يا شباب؟ ها استيرنوماستويد. هعمل فليكشن اجينست ريزيستنت، عمالك هتوتر رقبتك لتحت وانا ايه؟ وانا اقوم. ايوه اهي بدات تبان العضله. العضله دي اسمها الايه؟ ها استيرنوماستويد. جبتها ازاي؟ خليتها تعمل كونتراكشن. عملت كونتراكشن ازاي؟ هي بتعمل فليكشن للنك، فعملت فليكشن اجينست ريزيستنس اهو تبان العضله هنا. يبقى عملت سم روتيشن وفليكشن اجينست ريزيستنس فبدات الايه؟ الاسترنوماستويد اهي. خلاص دي الاسترنوماستويد.
الكريكويد كارتريج دي الثيرويد مش كده، وتحتها الكريكويد كارتريج قصاد الكريكويد كارتريج، واحط مين؟ ها الميدل تو فينجر. التبس مش معنى التبس علشان السنسيتيفيتي عاليه، علشان مين السنسيتيفيتي عاليه تبدا تحس بمين؟ ها بالبلسيشن بتاعك اهو، اعمل سلايد فليكشن ها للنك، ما نمشي اكستنشن كده مش داش جامد، لا سلايد فليكشن واهو، واحط كده وابدا اشوف حاسس ولا مش حاسس. اه هنا حاسس مين؟ ها الكاروتيد بلسيشن، يبقى الحمد لله ستيل بريذنج، الحمد لله ستيل بلسيت لسه عايش الحمد لله. طب الاحتمال الثاني كوات رونج انك تعمل كده، انت متضايق من البيشنت اللي قدامك، اقول له اقيس لك الاثنين كاروتيد في نفس الوقت، ايه اللي هيحصل؟ وارد ان هو يخش في سنكوب، انت كده منعت عنه الامداد الدموي كاملا، الدم واصل للبرين عن طريق انترنال كاروتيد ها وانترنال كاروتيد، انت قفلت الاثنين، يبقى بيج ميستيك انك تو ميجر التو انترنال كاروتيد ات ذا سيم تايم. ليه؟ ها ويل كوز ستوب اوف بلاد فلو تو ذا برين اند مي ليد تو سنكوب. يعني ايه سنكوب؟ يعني لوس اوف كونشسنس، فقدان الوعي. وصلت يا شباب؟ يبقى ليه الطريقه الاولانيه حددت مين؟ ها الاسترنوماستويد ماسل، وعملت سلات فليكشن وحطيت التو فينجرز فين؟ ها على ال الميديال اسبكت بتاعتها، وبدات احس وان كاروتيد، والتاني نفس الكلام وان كاروتيد نفس الكلام، فين قصاد مين؟ ها دي مين؟ ثايرويد كارتليج، انا تحت الكريكويد على طول، يبقى قصاد الليفل اوف ها يعني في الروت بتاع النك، ما تطلعش فوق، ما تطلعش فوق في النك، لا خليك في الروت. يبقى تاني حددت العضله بتاعتي ها ستيرنوماستويد هتقف فين، بره ولا جوه، على الميديال اسبكت بتاعها، خدت التبز بتوع التو فينجر، عملت سلايد فليكشن للنك، وبدات احط صباعي واحس مين؟ ها البلسيشن بتاعت مين؟ ها بتاعت الكاروتيد ارتر. والناحيه الثانيه نفس الكلام، ده منين؟ بالتو فينجر من ورا. طب لو انا عاوز اجي من قدام، البيشنت قدامي اهو، هيقيس ازاي يا شباب؟ ها شوف الثمب بتاع اليمين هيقيس مين؟ الشمال. الثمب بتاع اليمين هيقيس الشمال، والثمب بتاع الشمال اهو كده، صح كده؟ يبقى انا اهو نفس الكلام اهو، واشوف هنا يبقى ده الميجرمنت بتاع مين؟ الكاروتيد اهو، وهنا نفس الكلام الميجرمنت، لازم ما يبقاش فوق، احنا بندور تحت هنا قصاد الكريكويد مين؟ الكريكويد كاروتيد. في نبض محترم والحمد لله. يبقى ده اول اسسمنت لمين؟ ها للارتيريال بلسيشن ان ذا نيك، اند ذيس از ذا موست فايتال. يعني لقيت واحد مغمى عليه، وانت دكتور طالع من المسجد لقيت واحد مغمى عليه، عاوز تشوف النبض هتدور فين؟ ما تقعدش بقى تدور في الكاروتيد لا على طول خليك في النك الاول. لقيت النك موجوده يبقى ده حي يرزق، لقيت النك ابسنت ده بقت كارثه، محتاج ها كارديو بالمونري ريسسيتيشن سي بي ار، يعني فيرست ايد. يبقى من العيب مكان انك تكون طالب في طب واقف في وسط الناس وزيك زيهم ماسك الدراع وما انتش حاسس. يا اخوانا ده ما فيش نبض، يا اخوانا ما هو شيء طبيعي، هو في غيبوبه يعني عنده هايبوتنشن، فهتلاقي النبض هنا فيري فينت ضعيف مش هتحسه. انت ما تدورش كده، الناس كلها تدور هنا لكن انت ما تدورش هنا، عيب. انت تدور فين؟ اول ما تحط ايدك عليه ها في النك، دور على الكاروتيد بلسيشن. الكاروتيد بلسيشن مميز بحاجه مهمه من الكاركتر بتاعه البلس، بيدينا حاجه اسمها الفوليوم اوف ذا بلس. الفوليوم يعني حجمه، هل هو وايد بلس ولا سلو بلس ولا 3 دي بلس، يعني نوع البلس اللي موجود. تقدر تقول ان البلس ده ها كويس، لقيته نورمال بلسيشن او الفوليوم بتاعه محسوسه زي الفل، تقول ده البلس ده كويس. لكن لقيت البلس 3 دي زي خيوط كده ها فينت ويك ضعيف، كان نمل ماشي تحت ايدك كده، يبقى انت بدات تقول ان في عنده شوك، عنده فيه شوك. ال 3 دي بلس ده لما تيجي تدور فين؟ ها هنا في الكاروتيد في الريدل مش هتحسه. يبقى الف باء في واحد في غيبوبه، اشوف الارتيريال بلسيشن فين يا شباب؟ انا قدامي سبع اماكن ادور فين بس؟ اللي اشمعنى النك؟ ها ذيس از ذا موست امبورتنت اند موست فايتال اند جيف ذا كاركترز اوف ذا بلس. نوع البلس ايه؟ هل هو 3 دي بلس؟ هل هو نورمال بلس؟ هل هو كولابسنج بلس؟ يعني ايه كولابسنج بلس؟ البلس يتنفخ ويصفى، يتنفخ يعني السيستول عالي والدايستول ها قليل، بيسموه كولابسنج بلس او ووتر هامر بلس. ووتر هامر
يعني كأن صوت الخارج بتاع المايك. ليه؟ عندك في هاي سيستول ومين؟ ها؟ فيري لو دايستول. تحصل فين؟ في الناس اللي عندهم هايبر ثايرويدزم، الناس اللي عندهم انيميا، في الناس اللي عندهم اورتيك ريجارجيتيشن، ارتجاع في صمام مين؟ في صمام الاورتيك. يبقى فيرست ايد انك تشوف اسس البلسيشن. على حسب البلسيشن هنا تقدر تقول الشخص ده ستيل بريدنج وعايش ولا لا قدر الله. طب خلاص قسنا في مين؟ ها؟ في الكاروتيد. نشوف بعد كده رقم اثنين اللي هو مين؟ الريديان، مش كده؟ لا خلينا في ريدال، احنا بنتكلم على الكوماكس البريكيال ده ماشي الكلام. فهنشوف مين؟ هنشوف الريديال. الريديال فين؟ هنا اهي، ده ايد عمالك اهي دور على صباعه الكبير. يعني هات اي حاجه حطها في صباع البيشنت عشان تميز صباعه الكبير، سهل مش كده؟ هتلاقي هنا في هنا تندون اسمه الايه؟ ها بتاع العضله دي، اسمه خدته اناتوم ولا ما خدتوش؟ ما علينا خلاص. دور على الصباع الكبير، هتلاقي هنا في هنا فيه مين؟ في جروف تحت الصباع الكبير هنا. الصباع الكبير اهو في جروف هنا، في عضله هنا وفي تندون اهو. كل اللي عليك انك هتعمل سلايد فليكشن لمين؟ ها دي اسمها الريست جوين، اعمل لها سلايد ما تشدهاش، سلايد فليكشن. وهات الثري ميدل فينجر بتوعك، لما احطهم كده ها اهم، بص معايا كده كام صابع دلوقتي؟ ثلاثه. الديستال فين فيهم؟ من الديستال يعني ابعد واحد منه اهو، هو ده الديستال. ده هتعمل فيه فيرم كومبريشن، اضغط بيه جامد عشان تمنع الترانسميشن بتاعه الايه البلسيشن اللي جايه من ايده هنا. يبقى انا تاني اهو دول الثلاث صوابع حاططهم زي ما هم، ابعد صابع من البيشن اللي هو ده اسمه ايه ده؟ ها الاندكس كده السبابه. ما علينا، اضغط بيه جامد. هتضغط بيه جامد ليه؟ عشان تمنع الترانسميشن اوف الفايبريشن اللي جايه من البروكسيم. خلاص، وعندك مين؟ الاذر تو فينجر. هتحس بمين؟ ها هتحس بالميدل فينجر. يبقى انا بحط كده اعمل سلايد فليكشن وايدي ده اسمه البالمر سيرفيس وده الدورزال سيرفيس. انا هحط البالمر ولا الدورزال؟ ها الدورزال سيرفيس اهو، البالمر سيرفيس اهو، واعمل سلايد فليكشن وسبورت. سلايد فليكشن ومين؟ وحاسس النبض. افرض انا مش حاسس شويه، اظبط بمين؟ بالموست بروكسيمال. يبقى الثلاث صوابع ده ها الاندكس هيعمل كومبليت كومبريشن. احس بمين؟ بالميدل. واظبط بمين؟ ها بالثيرد اللي هو الموست بروكسيمال. لو انا مش حاسس اضغط شويه، لما تضغط النبض يزيد. بمعنى بص هنا ده الصباع الكبير يا شباب اهو، وديت الاصابع الثانيه مش كده؟ انت هنا المشكله بتقيس النبض اهو في الحته ده الارتري. عندك كام فينجر؟ ها ده واحد اثنين ومين ده؟ ثلاثه. ده اسمه الديستال البعيد عن الجسم، وده اسمه البروكسيمال القريب من الجسم، لان الجسم هنا مش كده؟ ايدك ده بره. انت بتعمل ايه؟ بتعمل كومبريشن جامد بده، اضغط بده خالص، تقوم تطبق الشريان هنا خالص، قفلته. قفلت الشريان من هنا خالص. عشان ما يجيلكش اي نبض من هنا. يبقى انت عملت بالديستال فينجر اللي هو هنا كومبليت كومبريشن لمين؟ الارض. وهتفيل بمين؟ ها؟ هتحس بمين؟ بالميدل. طب افرض انا مش حاسس بالميدل. او ما اعمل مين؟ موديفيكيشن بمين؟ بالبروكسيمال. اضغط شويه، لما تضغط شويه كده بص اهو، اضغط هنا شويه هيقوم الدم يخبط هنا جامد ويخبط هنا جامد. يبقى عمل لي مين؟ ها جود بلسيشن. طب انا ضغط جامد اساسا ومش حاسس النبض، او ما اخف الضغط من هنا شويه او ما ادخل دم اكتر يقوم يعمل كومبريشن تاني. سهله؟ يبقى ده الايه البيزك بتاعي اهو، دول الثلاث صوابع بص كده، ده كومبريشن، ده فيلين، ده ادجستمنت. حطيتهم ازاي؟ اهو عشان السكيل. ادي البيشنت ها ده كده اسمه ها مين؟ سوباينيشن لفوق، وده برونيشن. انا بخليها كده في النص واعمل مين؟ سلايد فليكشن للريست، دي اسمها الريست جوين، وده اسمه البالمر سيرفيس بتاع الهن او التبز بتاعتك اهو. اجي على البالمر سيرفيس واحط هنا فين؟ على البلو ذا بيك تو، بلو ذا بيك تو، احط تحت البيك تو. وبعدين ده كومبريشن جامد اهو اللي بص هنا، وده فيلنج، وده ادجستمنت لغايه ما احس كويس، لغايه ما ايه ما احس كويس. ناس كتير منكم تيجي تحط الصبع هنا عيب. انا بكلمكم كل ما نمسك كده وتلاقي عامل كده 70
70 في الدقيقه 70 في الدقيقه لا انت ها الصباع الكبير ما يتوهش اهو تحت الصباع الكبير العضلات والكلام ده هتاخده بعد كده في الماسكول سكيليتال. احنا الوقت في مرحله اهو عملت كومبريشن بده فيلنج بالميدل وادجستمنت بين بالموست بروكس انا حاسس النبض كويس خلاص هعلق واقول الكاركتر بتاع النبض فيما بعد. طيب الثاني اللي هو اسمه ايه البريكي في عضله هنا اسمها طبعا مشكله العضلات عندكم مشكله في عضله هنا اسمها الايه البايسبس مش كده ذات الايه الراسين اهو هعمل كومبريشن او هعمل كونتراكشن اجينست ريزيستنس يعني هاتني وعبد الملك هيقاوم عشان اشوف التندون بتاعها اهو الاقي التندون بتاعها اهو ده التندون بتاع مين العضله بتاعتي اهو شايفينه كل واحد يعمل كومبريشن هيلاقي في تندون اهو التندون اهو حاسين التندون ده كده اللي جوه الجسم ميديال وده مين لاترال انا هدور لاترال ولا ميديال للتندون ميديال للتندون اهو برضو نفس الكلام حاسس ها اعمل كومبريشن على العضله دي اسمها العظمه دي اسمها الايه ها العضله العظمه العظمه ده الراديوس هنا الهيومرس يبقى انا بعمل كومبريشن على الهيومرس ها ميديال للتندون بتاع البايسبس ده مهم عشان احتاجه في قياس الضغط ده مهم عشان احتاجه في مين في قياس الضغط يبقى انا حددت هنا مين يا شباب ها حددت مين التندون بتاع عضله اسمها ذات الراسين اسمها ايه بايسبس عملت ازاي كونتراكشن اجينست ريزيستنس شد على ايدي لا شد انت لجوه اهو ديت العضله بتاعت التندون اهو هحط ايدي ميديال لمين ميديال للتندون هنا يبقى ده ها اهو النبض واضح وزي الفل اهو يبقى انا كده شوف بس هعمل ازاي اعمل سلايد فليكشن كده ها واحط ايدي هنا واضغط لازم اعمل كومبريشن هنا لازم اعمل كومبريشن اعمل كومبريشن بمين بالثمب علشان احس مين ها بريكيال ارتري تاني ادور على عضله العضله دي اسمها ايه بايسبس لها تندون هعرفه ازاي اعمل كونتراكشن اجينست ريزيستنس مش كده هي بتعمل ايه البايسبس تعمل فليكشن اقول للبيشنت تعمل فليكشن وانا اشد كده الاقي التندون باين اهو اروح ميديال لمين للتندون اهو واحط الثمب واعمل كومبريشن لازم اضغط يبقى انا كده حاسس هات صباعك كده اضغط هنا على جنب لجنب التندون اضغط جامد لا حاسس يبقى ده لازم يكون حاسس حاسس لا والله حاسس ماشي يا شباب يبقى ده مين ها ده ها البريكيال ارتري يبقى ثلاثة الوقت بعد كده مين الفيمورال طيب اذا كان غير وعي شلون يشهد إيه؟ ما احنا قلنا غير وعي ده بدل امثل بس على طول يا شباب انا يعني دايما انا بقول انت قدامك الحاله بتاعتك تقدر تشوف انت محتاج انه فيها تقدر تشوف انت محتاج انه فيها بعد كده في مين ها الفيمورال هنا اهو في عظمه اسمها الانتيرور سوبيريور الك سباين وهنا في عظمه اسمها الاسيمفس بيوبس في الميدل كده واضغط مش قضيتنا في الميدل واضغط يبقى انا بعمل الثري ميدل فينجر برضه ما بين مين ها الانتيرور سوبيريور الك سباين والسيمفس بيوبس بعد كده في هنا مين ها الارتر اللي هنا بوبليتيال ارتري اجيب الثري فينجر والثري فينجر واحط التو ثامب على ها التيبيال تيبورست واعمل كومبريشن لغايه ما احس النبض واعمل كومبريشن لغايه ما احس مين بالنبض ما احس بالنبض بعد كده في ارتري تاني فين ها لو ديت القدم ديت القدم مش كده في ارتر هنا ها فين في السكند انتركوستس فيسنو اسمه الدورزاليس بيدس ارتري الدورزاليس ها بيدس ارتري دورزاليس يعني على الدورزال سيرفيس ها وبيدس في الاقدام بيدس ارتري الدورزاليس بيدس ارتري فين في السكند انتركوستس فيس هنا هتعمله ازاي نفس الكلام انا هقف هنا وزي البيشنت اجيب الثم او الميدل ثري فينجر الثم او الميدل ثري فينجر لو استخدم الصم يبقى الرايت مع الليفت والليفت مع مين ها مع الرايت تاني في ارتري فين في اللور لمب ارتري ها فين في اللور لمب بدور فين اجيب ده مين ها ده اسمه البيج ها تو صباع كبير سهل انك تدور على الصباع الكبير في القدم تحت وشوف في السكند انتركوستال سبيس او الانتركوستال سبيس هنا هتلاقي في ارتري اسمه
دورزاليس ها بيليس ارتري. لو هستخدم الثمب يبقى الثمب بتاعي ها فين البيشنت؟ ها الثمب اليمين على البيشنت الشمال والعكس صحيح. او ممكن استخدم الميدل 2 اور 3 فينجر. المهم اللي انا احس مين البلسر ده. الارتر رقم ها 6. في ارتري هنا لو انت هنا في القدم هنا مش كده، ده اسمها لاترال ماليولس اللي هو الايه اهي. ده هنا اسمها الميديال ماليولس. الميديال مين؟ والناحيه الثانيه ها اسمها ايه الناحيه الثانيه؟ لاترال. اللي بسموهم بالعربي ما اعرفش اسمهم ايه. المهم دولت يا شباب عظمه هنا وعظمه هنا. اللي جوه اسمها ميديال ماليولس ها، و ها مين ديت؟ لاترال. اللاترال مال بدور على البوستيرور تيبيال ارتري. هتدور عليه فين؟ ها هتدور عليه هنا. ده الميديال ماليولس، دور عليه ورا هنا، دور على البوستيرور تيبيال مين؟ يبقى موجود على البوستيرور تيبيال ارتري. موجود على ها فين؟ ادور عليه فين؟ بوستيرور للميديال ماليولس. تاني القدم، في هنا لاترال ماليولس وهنا ميديال ماليولس. انت هتدور على البوستيرور ارتري فين؟ بوستيرور تيبيال ارتري ها في الميديال ماليولس عشان تشوف الارتريال بلسيشن. طيب احنا شفنا الارتريال بلسيشن في 7 اماكن مش كده؟ عاوزين نشوف الكاركتر. الكومنت بتاعك ايه؟ انت ما شفت البلس ده ايه الكومنت الفاينل كومنت؟ لازم تقول الريت. الكومنت لازم تشوف مين؟ العدد. العدد لو هو كان ريجولر يعني منتظم هتضرب في كام؟ تعد ايه في 15 ثانية وتضرب في 4، او تعد في 30 ثانية وتضرب في مين؟ 2. طب لو هو غير منتظم يعني فيري سلو او فيري فاست، الافضل انك تقيس في 60 ثانية. يبقى ده الريت. لقيت اقل من 60 هنسميها برادي كارديا، يعني عنده بطء في ضربات القلب. لقيت اكتر من 100 هنسميها تاكي كارديا. يبقى دي اول معلومة طلعت بها منين؟ ها من البلس. انك شفت العدد اقل من 60 ها برادي، اكتر من 100 تاكي. المعلومة الثانية الريزم. يعني ايه الريزم؟ الانتظام. هل هو منتظم ولا لا؟ كل نبضة بتيجي بعد الثانية منتظمة ولا لا؟ كده شوف كده كده منتظم. تم كده في عدم انتظام. فانت لازم تشوف الريزم بتاعك هل هو ريجولر ولا مين؟ الريجولر. طب لو كان الريجولر هل هو عدم انتظام بيحدث بطريقة منتظمة ولا عدم انتظام ويحدث بطريقة غير منتظمة؟ ايه العك كده؟ يعني بص كده ادا واحد اتنين واحد اتنين واحد اتنين صح كده؟ يبقى عدم انتظام بس منتظم. لكن ممكن بقى تلاقي حاجه كده يبقى هو عدم انتظام ويحدث بطريقه غير منتظمه مميز لحاجه اسمها اتريال فايبريليشن اي اف. يبقى ده الرزم. يبقى من خلال الرزم هتشوف مين؟ ها الانتظام. هتشوف حاجه اسمها الفوليوم. الفوليوم يعني ايه؟ يعني قوه النبض بتاعك. هل هو ويك ولا سترونج ولا كولابسنج ولا؟ يبقى ده اسمها الفوليوم اللي احنا جبناها منين؟ من الكاروتر عشان نشوف حاله القلب ايه، نورمال ولا اب نورمال. هتشوف بعد كده ها ايه الكاركترز. هل البلس ده له كاركتر ولا لا؟ يعني كولابسنج بلس بيزيد بينتفخ وبينخفض ولا لا؟ ده كولابسنج بلس. البلس ده ممكن يكون 3 دي بلس، دي من ضمن الكاركتر. البلس ممكن يكون من ضمن الكاركتر حاجه اسمها بارادوكسيكال بلسيشن. الكلام كله هيبقى صعب عليك في المرحله دي، فانت بس اعرف اثنين او ثلاثه من الخواص. البارادوكسيكال بلسيشن يعني ايه؟ يعني النبض ده المفروض يقل فين؟ ها في الانسبيريشن، لان الدم بيتسحب على اللنج شويه. لو لقيته بيقل جامد في الانسبيريشن دي حاله اسمها بارادوكسيكال مين بلسيشن، بتحصل مع الكونستريكتيف بريكارديتس والبريكاردال فيوجن. انسى الكلام ده كله مالكش. ماشي الكلام؟ يبقى انت تشوف الكاركتر. شوف من ضمن الحاجات لما بتحط على الارتري هنا بتشوف الهيلثنس اوف ذا ارتري، يعني حاله الارتري هل هو نورمال ولا فيه ها مين؟ اثيروسكلروزس، فيه تصلب في الشرايين. يبقى انت بتعرف الكونديشن اوف ذا ارتري، وتعرف الكومبلاينس يعني التمدد بتاع الشريان. هل الشريان طري ويتمدد بسهوله ولا فيه مشكله، فيه تصلب فين في الشرايين؟ تعرف فيه ديلي ولا لا؟
يعني اهدي ليه ولا لا، يعني تيجي هنا على الفيمورال والبوبليتال في نفس الوقت وتقارن هل النبضة بتيجي مع النبضة في نفس الوقت ولا في ديلي. يبقى تشوف ده كله ضمن الكاركتر بتاعت مين؟ بتاع الارتريال بلسيشن. سهل يا شباب، ده بالنسبة للارتريال بلسيشن. نروح للأهم اللي هو الارتريال بلاد بريشر ميجرمنت، انك عاوز تقيس مين؟ عاوز تقيس الضغط. خلينا نشوف كده، ها ده مين؟ ده القلب. وده هنا ها مين؟ الشريان اللي احنا هنقيس فيه. عندنا تو تايب اوف بريشر، اسمه ارتريال ها بلاد بريشر، ارتريال ها بلاد بريشر يعني الضغط بتاع الدم على جدار الشريان، ده المعنى. الضغط بتاع مين؟ الدم على جدار الشريان. عندي تو تايبس، في حاجه اسمها سيستوليك بلاد بريشر، سيستوليك بلاد بريشر، وحاجه اسمها دايستوليك بلاد بريشر. سيستول يعني انقباض، القلب لما بينقبض هنا يقوم يزود الضغط على الجدار جامد جدا فيديني اعلى قيمه، هسميه سيستوليك ها بلاد بريشر. طب وبعدين القلب هيريلاكس، يعني هيخش في حاجه اسمها مين؟ دايستول، مش كده؟ الدايستول ده يعني الدم اللي طالع من القلب، ما عادش في دم طالع من القلب، فاصبح في شويه دم صغيرين، مش كده؟ لازم الشريان ينكمش علشان يعمل ايه؟ يخلي الدم يمشي، عشان يخلي الدم يمشي. انكماش الشريان بيعمل ضغط اسمه ايه؟ دايستوليك بلاد بريشر. تاني، ما انت لازم تبقى فاهم يعني ايه القيم اللي انت هتطلعها. تاني، ارتيريال بلاد بريشر هو البريشر بتاع البلاد على ها اللاترال وول اوف ذا ارتري. خلاص عندي كم قيمه له؟ 2. قيمه عليا اثناء انقباض القلب اسمها سيستوليك بلاد بريشر، يعني اعلى قيمه فين؟ في الضغط اثناء انقباض القلب. خلاص القلب انقبض، ضخ دم بضغط عالي، سجلنا القيمه طلعت كام؟ سيستوليك بلاد بريشر. بعد شويه القلب بيريلاكس، في دم ولا لا؟ هنا في دم، مش كده؟ فايه اللي يحصل؟ لازم الشريان ينكمش، ينكمش على مين؟ على الدم عشان يدينا ضغط. فضغط الدم في الشريان المنكمش اثناء ارتخاء القلب اسمه دايستوليك بلاد بريشر. يبقى لما تيجي تقيس البلاد بريشر لازم اطلع كام قيمه يا يزيد؟ 2. حاجه اسمها سيستول وحاجه اسمها مين؟ دايستول. سهل يا شباب. طيب انت هتعمل، انا هعمل ميجرمنت، فده هجيب هنا ها الجهاز بتاعي اللي هو الكاف بتاع السفيرمومتر. فكرته بكل بساطه خالص انك هترفع الضغط هنا، صح؟ في القاف هنا. لما ترفع الضغط هنا هيعمل كومبريشن على مين؟ ها على الشريان. قفل ولا ما قفلوش؟ قفل. يبقى انا بحط القاف ها اللي انا هوريها لكم دلوقتي وارفع ارفع ارفع ازود الضغط فيها لغايه ما اعمل كومبليت كلوجن اوف ذا ارتري، صح ولا لا؟ اول ما ترفع وما تحسش النبض معناته ان الضغط اللي بره اقوى منين؟ من الضغط اللي جوه، فده اسمه السيستوليك بلاد بريشر. يبقى انا هجيب القف واحطها واحط ايدي على مين؟ ها ده مين؟ الراديان، وافضل ارفع 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 الضغط لغايه ما ايه اللي يحصل؟ ها يختفي النبض. اول ما يختفي النبض يبقى ده السيستوليك بلاد بريشر، معناته ان الضغط اللي حوالين الشريان اعلى منه فقفله، يبقى ده تقريبا ها رفل كده اسمه سيستوليك مين؟ بلاد بريشر. طيب هحط السماعه هنا، هحط السماعه هنا وهنوريكم ازاي، وبعدين ابدا اقلل الضغط اللي هنا. اقلل مين؟ الضغط اللي فين؟ اللي في القاف اللي في المكنه اللي بره دي. كل ما اقلل الشريان ماله؟ هنا دم، هنا دم ولا لا؟ بس الدم واقف لانك مانع. طبعا لو انت فضلت مانع فتره كبيره يحصل مشاكل، فلازم تبقى واخد بالك من حاجه كده. تبدا تقلل الضغط، كل شويه الشريان يفتح، الشريان يفتح لغايه ما ايه اللي يحصل؟ اعلى قيمه في الضغط تقوم تبدا تنزل دم يسقط هنا فين؟ ها في على الدم اللي موجود هنا. ده اسمه السيستوليك بلاد بريشر. ليه هو السيستوليك؟ لان دي اعلى قيمه قدرت تفتح الشريان ها بالضغط العالي، فاما سقط دم هنا فسميتها سيستوليك بلاد بريشر. طب وبعدين؟ كل شويه اما اقلل الضغط ها الكومبريشن يخف فيفتح يفتح لغايه ما يتفتح الشريان كاملا.
السؤال لما الشريان اتفتح كامل ما عادش عندك بقى حته ضيقه حته واسعه مش كده، فيمشي الدم في ستريم لاين ما عادش تحس الصوت خالص. ده اسمه disappearance of the sound يساوي diastolic blood pressure. يبقى بكل بساطه هعمل ايه؟ هقول لك هتعمل ايه. ده البيشنت اول حاجه هتقيس، هتقيس في الدراع اليمين ولا في الشمال؟ اقرب اليمين لانه indirect continuation مع القلب. خلاص يبقى ده ادق. ويقول لك ساعات اسال البيشنت انت بايه، بتستخدم ايدك اليمين ولا ايدك الشمال، لان الايد اللي بتستخدم دايما الضغط فيها اعلى فانت عاوز اعلى قيمه. فلو كان بيستخدم اليمين يبقى هتقيس في اليمين، ولو كان بيستخدم الشمال هتقيس في مين؟ ها يبقى قيس في الدوميننت هاند. لكن بالنسبه لنا الموست كومن هو مين؟ الرايت. ده ها جهاز الضغط، دي اسمها الكف. بسم الله. دي اسمها الايه؟ الكف. الجهاز اسمه اسفيجمومانومتر. اسفيجمو مين؟ ها مانومتر. دي كف عباره عن كيسه من البلاستيك موجوده جواها بيسموها البلادر اللي بنملاها بالهواء، وده اسمه الاير بامب، وده اسمه سايد واي سكرو صمام. انت هتعمل ايه؟ ها وهنا مين؟ السماعه. وهنا مين؟ السماعه. انت هتعمل ايه؟ اول حاجه هنقيس فين؟ ها هنقيس في مين يا شباب؟ في اليمين، في الدومينانت اللي هي غالبا اليمين. النقطه الثانيه لازم يكون الليفل بتاع الميركوري ده قصاد القلب، فممكن تقيسه وهو نايم وده الافضل، او هو قاعد بس يكون هنا قصاد مين؟ القلب. ليه؟ ركز معايا كده. يقول لك مكتوب عندك واي، لو بتقيس فوق هيبقى القيمه اقل من القلب، طب لو قست تحت هيبقى القيمه اللي طالعه اعلى من الطبيعي. تاني لازم تكون قصاد القلب علشان القيمه تطلع مظبوطه، لو انت فوق مستوى القلب القيمه اللي طالعه بتاعتك اقل من الحقيقي، طب لو انت تحت مستوى القلب القيمه اللي طالعه اعلى من الحقيقه. سهله؟ يبقى لازم يكون at the same level of the heart. النقطة الثانية الكف بتاعتك دي هتقيسها لازم يكون بروبر سايز. يعني ايه بروبر سايز؟ يعني يكون حجمها مناسب للدراع اللي بتاعك، مش هي طبعا كلنا شغالين بكف واحدة، البيشنت رفيع، عيل كبير، ست تخينة، كله زي بعض. لا، لازم تتشوز ها البروبر سايز. ليه؟ لو عندي واحد اوبيز، عندي مين؟ واحد تخين، دراعه تخين، وانا جايب له واحدة عادية هضطر اعمل كومبريشن جامد. ده في حد ذاته هيطلع لك قيمه مبالغ فيها، قيمه عاليه عن الطبيعي. لو طفل صغير واستخدمت ده هيطلع قيمه مختلفه، فلازم تستخدم مين؟ البروبر سايز. افويد ها انك تستخدم سمول فور لارج هاند، او لارج وايد فور سمول مين؟ سمول هاند. لما تيجي تقيس لازم تموف ها ريموف الكونستريكتنج كلوزز، ما تخليش هدوم زي دي كده غلط. لا، لازم يبقى الهدوم فري خالص، مفيش هنا حاجه، مفيش هنا، ما تفضلش ترفع وشد وبتاع تعمل كومبريشن، لا، يبقى ريموف الكونستريكتنج مين؟ الكونستريكتنج كلوزز. دي كلها اساسيات. الحاجه الاخيره البيشنت اللي انت بتقيس له ده لازم يكون منتالي ريلاكسد، ما تخوفوش، في حاجه اسمها وايت كوت هايبرتنشن. مجرد ان البيشنت يشوفك لابس البلطو الابيض ضغطه مرتفع يعمل سيستوليك بلاد بريشر، سيستوليك هايبر، فده اسمه وايت كوت هايبرتنشن. فلازم تافويد الايه؟ المينتال ستريس. ما يبقاش البيشنت اللي قاعد وهو محصور عاوز يروح الحمام يقول لك انا عاوز اروح بس اعمل يقول استنى ده دقيقه واحده، لا غلط، سيبه يبقى ريلاكس، لان الاستريس ده بيديك فولس ميجر. يبقى لازم يكون البيشنت ريلاكسد، لازم يكون البيشنت افويد الايه؟ او ايفاكويشن مكتيوريشن ديفيكيشن، كل ده قاعد مرتاح من اي حاجه. لازم يكون موقف سموكينج قبلها بنص ساعه، لازم يكون ها مش شارب اي كافينيتد بيفرج لمده نص ساعه، مش شارب لا كافيين ولا قهوه ولا اي حاجه خالص. دي كلها حاجات هتفرق معاك في القرايه. انت بتتكلم على ها بلاد بريشر اللي بيغذيه عصب اللي هو جاي من المخ، فاي ستريس على مخك هيعمل فازو كونستريكشن يقوم يرفع الضغط، فلازم تافويد اول تايب اوف مين اوف ستريس. هيس ازاي؟ ديت القف بتاعتي لازم تكون بروبر سايز، هعمل ايه؟ هلفها. هلفها فين؟ ها على الابر ارم. لما اجي الفها ليا شروط. بص كده شايفين التو تيوب دول نازلين؟ ركز معايا، اهو المفروض هنا تو تيوب دول لازم يكونوا داون وورد اند ميديالي،
لازم يكونوا فين؟ ها ركز معايا، فين دول؟ داون وورد اند ميديالي، اهو هلفهم كده شويه كده اهو، داون وورد اند ميديالي خلاص اهو مشدودين لتحت ورا، لانك انت ممكن تلفها يبقوا هما فوق، فلازم يكون التو تيوب ها داون وورد اند مين اند ميديالي. الحاجه الثانيه تكون اباف ذا البو كريز، شايفين الثانيه بتاعت الالبو دي فوق منها ب 2 اند هاف ها مين سنتيمتر، يعني صبعين كده خليها فوق الالبو بصبعين، ما يبقوش على الالبو، لو على الالبو يبقى غلط. ثاني اللور ايدج بتاعتها فين؟ اباف الالبو باي ها 2 اند هاف سنتيمتر. طيب لا تكون مشدوده ولا مرخيه، نوت تايت نوت لوز، لا مشدوده ولا مرخيه. تجيب الايه الليتل فينجر كده وتدخله، لو دخل كويس خلاص مفيش مشكله، لو اتحشر وهو داخل يبقى تو تايت، لو دخل ومحتاج كمان صباع معاه يبقى تو لوز. احنا اي حاجه هتلخبط لك القرايه. تاني ها انا لفيت الكاف ازاي يا شباب؟ ها في الابر ارم اباف الالبو ها جوينت باي تو فينجر مثلا، وبعدين التو تيوب داون وورد اند ميديالي، نوت تايت نوت لوز. عرفت ازاي؟ دخلت الصباع بتاعك، دخل مرتاح خلاص، لو دخل ومحتاج حاجه يعني واسع يبقى ده لوز، اللوز هيديك قرايه مختلفه. طب لو كان مشدود هيديك قرايه مختلفه، يبقى نوت تايت نوت لوز. وبعدين اعمل ايه؟ ديت البامب بتاعتي، امسك البامب ها همسكها بايه؟ بايدك اليمين مثلا او الشمال مش هتفرق. لو انا مسكتها يمين خلي الصمام بتاعك ها يمين اهو، انا مسكت البامب ايه باليمين، الصمام فين؟ كده يمين وكده شمال، انا هخلي البامب يمين والصمام في الحاله دي وانا مغمض هقفل اللي قدام وافتح لورا. سهله. تاني مسكت البامب بايد الايه اليمين، الصمام ها هفتح لقدام واقفل لورا، لانك ساعات بتبقى مش عارف انت بتفتح ولا ودي بتحصل لنا كتير. لا امسك كده البامب يمين صمام يمين، هتفتح لقدام وتقفل لمين لورا. بعد كده احدد مين ها الثري ميدل فينجر اهو، احطه فين؟ هنا ولا هنا؟ ها ادور على صباعه الكبير، احط شويه مونيكير على الصباع الكبير عشان اميزه، مش كده؟ ده الصباع الكبير، يبقى انا الميدل ثري فينجر اهو. وحاسس النبض ولا لا؟ ها اللي معايا حاسس النبض ولا مش حاسس؟ اللي ما يشوف يقوم يا اخوان، حاسس النبض لسه ما عملتش حاجه. البامب ها يمين، الصمام يمين، ها هقفل لورا ولا قدام؟ لورا. قفلت كده ابدا. طبعا هنا في صمام جوه لازم يكون ميديالي، لازم يكون ايه ها ميديالي. ها ماشي يا شباب، ابدا ارفع اهو الثلاث صوابع هنا، وبعدين عيني على مين؟ ها على الميركري، وحاسس النبض. انا حاسس وشايف في نفس الوقت اهو، حاسس حاسس ها حاسس اهو، برفع حاسس ها حاسس النبض حاسس النبض حاسس النبض ها حاسس النبض. ايه اللي حصل؟ ها حاسس النبض، اختفى النبض خلاص كده. يبقى الاكسبكتد سيستول كام؟ 120. تاني تاني ما نرفع 30 بعد، لا ده انا هرفع في المره الجايه بقى لما اجيب الاوسكالتيشن. تاني ها انا لفيت الكف صح مش كده، ومسكت البامب صح، مسكتها ازاي صح؟ ها يمين يمين، هقفل لورا وافتح لايه لقدام اهو، انا قافل اهو لورا اهو، وابدا ايه قافل لقدام وافتح لورا اهو، والتلات صوابع ها التلات صوابع بحس بحس بحس. خلاص يا شباب لغايه ما ايه اللي يحصل؟ انا حاسس النبض وعيني على الميركري ليفل، اختفى الميركري ليفل عند كام؟ 120. يبقى ده مين؟ ها دي اسمها بالباتوري ميثودز، طريقه الاحساس بالبيشن. يبقى انا خدت راف ايديا اباوت الاكسبكتد سيستول هو كام؟ 120. هاجي استخدم بعد كده مين؟ ها السماعه السيسكوب. المفروض هرفع بقى تلقائي فوق الاكسبكتد سيستول ب 30 ملم ميركري، يعني انا قست طلع 120 بالاكسبكتيشن بالبلبيشن، ده رف مش دقيق. ابدا استخدم مين؟ السماعه. عن طريق مين؟ ازود 30 كمان السماعه
طبعا السماعه من ضمن الحاجات، السماعه المفروض تبقى سيبرت عن الجهاز ضغط، في حتتين في السماعه، في حتتين في السماعه، بص كده حاجه صغيره كده وحاجه عريضه كده، مش كده؟ الصغيره ده ايه بيسموها مين؟ الكون بتاع، وده اسمه الديافرام، البي سايلنت ديافرام. الكون ده هو بتاع اللو بيتش ساوند، يعني الاصوات الضعيفه جدا. استخدم بقى الحته الصغيره بتاعت السماعه. الحته الكبيره في السماعه اللي هي العارضه دي اسمها الديافرام، دي بتاعت مين؟ الهاي بيتش ساوند، البيتش النغمه بتاع الصوت العالي. تاني، السماعه في حته اهي كده وحته عريضه كده، الصغير مع الصغير والكبير مع الكبير. الصغير ده بتاع مين؟ اللو، والكبير ده بتاع مين؟ الهاي. ده اسمه كون وده اسمه مين؟ الديافرام. المفروض لما اجي اقيس اجيب الكون اللي هو الصغير واحطه هنا away from the cuff، ما احطوش تحت الكف، المفروض احطه فين؟ away from the cuff. انا سايب هنا 2 fingers مش كده؟ او 2.5 سنتي، حاططهم هنا، المفروض الكون هي اللي تتحط هنا، الكون اللي هي بتاعت السماعه حاططها هنا، ما احطهاش تحت الكف علشان الكومبريشن بتاعها بيلخبط السنسيتيفيتي بتاعتها، بيلخبط مين؟ السنسيتيفيتي بتاعتها. طب ايه الكون؟ انا كلامي واضح، الكون. ليه الكون؟ عشان تلتقط اي صوت ضعيف، تلتقط مين؟ اي صوت ضعيف. الديافرام ما بيستخدموش هنا، يبقى بيتر تو يوز كون تحت بتاع الكف ولا اوي؟ اوي في الاتنين سنت اللي انت سايبه خلاص. طب وبعدين؟ همسك واعمل ايه؟ اقفل لقدام وافتح لورا، اهو مسكت يمين في يمين، وبعدين هنا دي السماعه مش كده؟ دي بيسموها الاير بيس، المفروض تكون فورورد اند ميديالي، ممكن كده وكده، لا انا هخليها ايه؟ فورورد اند ميديالي علشان تبقى ماشيه مع اتجاه الودن بتاعتك. يبقى السماعه الاير بيس شود بي فورورد اند ميديالي، ما تبقاش كده، كده مش هسمع حاجه، كده غلط، لازم الفها لقدام كده وتبقى فورورد اند ميديالي، اهو حطيتها كده. وبعدين هنا همسك وهرفع، هرفع لكام بقى؟ ها؟ ل 150. انا شفت الاكسبكتد سيستول بالبلبيشن كان كام؟ 120. انا هرفع لكام؟ 150. ابدا ارفع ها؟ وبعدين ل 150، هفترض ان انا رفعت ال 150 بس عشان الراجل كتر خيره كده، ابدا انزل جرادوال ولابس السماعه وانزل مين؟ ها جرادوال. اول صوت بسمعه، اول صوت يعني الشريان فتح سنه صغيره، دي اسمها كروتكوف ساوند، فيرست كروتكوف ساوند، ده انديكيتور للسيستوليك بلاد بريشر. يبقى انا بنزل 2 ل 3 ملي مركر، 2 ل 3 ملي متر مركر. اول صوت، اول نبضه معناته ان الشريان فتح سنه صغيره وبدا يسقط دم فين؟ في الحته اللي كانت مقفوله. ده انديكيتور ان اعلى ضغط هو اللي قدر يمرر شويه الدم، ده اسمه سيستوليك بلاد بريشر. هسمع مجموعة من الأصوات اسمها كروتكوف ساوند، 5 أصوات، الصوت بيختلف، كل ما الشريان يفتح سنة الصوت يختلف، يبقى مرمرش، في صوت لغط مش عارف إيه، لغاية ما يبقى مافلد، يعني ضعيف فجأة، دي اسمها فيز 4. وكومبليت ديس أبيرنس دي فيز 5. كومبليت ديس أبيرنس دي مين؟ أنا باخد أول فيز ده سيستول، ولما يختفي الصوت ده سيستول. صبرا بس. يبقى أول صوت هو اسمه سيستوليك إمتى؟ مع أول نبض سمعته في وداني وبسمع مجموعة من الأصوات ما تركزش فيها، أول ما الصوت يتخنق مرة واحدة اسمه مافلد، دي صوت 4، لكن أول ما الصوت يختفي ده صوت 5، مرحلة 5، يبقى ده الدايستوليك بلاد بريشر. يبقى في الشخص الطبيعي أول صوت سيستوليك واختفاء الصوت. في بعض الناس اللي عندهم هايبر دايناميك سيركيوليشن او فيفر او اورتيك ريجيرش او اثيروسكلروزس، الصوت تفضل تسمعه تحت، تفضل تسمعه فتره كبيره، فانت تاخد المرحله رقم 4، اول ما الصوت يبقى مافلد، يعني انت سامع نبض 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 نبض، وكان مثلا حد دقه بره بالشاكوش بره في اي حته، وقمت قافل الشباك مره واحده، اول ما تقفل الصوت عملت ماسكينج او عملت مافلنج للساوند، فاصبح الصوت مخنوق، ما زلت ايه؟ سامعه بس اتخنق.
مرحلة الخنق ديت هي مرحلة 4 في الكولوتكوف ساوند بتستخدم كمين ها دايستوليك بلاد بريشر، لأنك لو قعدت تنتظر إن هو يختفي لن يختفي. وصلت يا شباب؟ يبقى بكل بساطة ده هاو تو ميجر الأرتيريال بلاد بريشر. تتسأل سؤال بقى في الآخر يقول لك أنت ليه استخدمت البلباتوري قبل مين؟ ها؟ قبل الأسكالتاتري، عشان في حاجة اسمها سايلنت مين؟ سايلنت جاب. يعني ايه سايلنت جاب ديت؟ يعني ايه سايلنت جاب؟ شكرا يا احمد. بص كده يا شباب دي اخر نقطه خلاص. فين القلم؟ هذا القلم انت واخد معاك القلم؟ بص يا شباب معلش. بص يا شباب ده القياس بتاعك، افترض ده 160 وده ها 100 وكام؟ 140 مثلا وده 80. بعض الناس عندهم حاجه اسمها سايلنت جاب. يعني ايه سايلنت جاب؟ يعني تيجي تسمع بالسماعه تلاقي الصوت يختفي في الحته اللي اهي، خلي دي 180 مثلا، يختفي من 160 ها الى 140، الحته اللي اهي مفيش فيها صوت بالسمع بالسماعه، الحته ديت الصوت ما يتسمعش مين؟ بالسماعه. من كام لكام؟ ها من 160 لكام؟ 140. طيب وبعدين الدستول بتاعه هنا كام؟ نقول مثلا 120 اهو. فانا هستخدم البلباتري ميثود، استخدم مين؟ بلباتري. انا طالع هنا برفع، حاسس النبض ولا لا؟ حاسس النبض. جيت في السايلنت جاب ما زلت حاسس النبض، ما زلت مين؟ حاسس النبض. اختفى النبض عند كام؟ ها 180. يبقى ده الدايستول او السيستول ها بمين؟ باي بالباتري. دقيقة بالظبط، ركزوا معايا. تاني، الحتة اهي ما بسمعش فيها نبض بالسماعة لكن بحس النبض، فأنا جيت حطيت إيدي على الإيه؟ الراديال وقعدت أرفع، هيختفي هنا ولا لأ؟ لا اختفاش. اختفى عند كام؟ عند 180. خلاص يبقى ده السيستول اللي هو بمين؟ بالبلباتري. طب تعالى أنت بقى استخدم الأوسكالتاتري على طول. استخدم مين؟ الاسكالتاتري. هتطلع حاطط السماعه، بتطلع سامع 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 الصوت يختفي هنا ولا لا؟ تقوم تعتقد خطا ان ده مين؟ السيستوليك بلاد بريشر. ده بمين؟ بالاسكالتيشن. لكن هذا خطا، لان لسه لو انت عديت الجاب ده هترجع تسمع الصوت تاني. فانت استخدمت السماعه لغايه ما الصوت اختفى. اختفى منك فين؟ عند مين؟ فاعتقدت خطا ان ديت اخر حاجه المراحل الصوت. لا، لو انت استخدمت النبض هتيجي في الحته دي وتسمع النبض. يبقى السايلنت جاب هي اريا معينه او ريدنج معين مميز بحاجتين. ايه هما؟ مفيش ساوند بالسماعه لكن في نبض بمين؟ بالريديال. فانت لازم تستخدم الريديال علشان يقول لك فين السيستوليك الاكسبكتد. يبقى لو انت استخدمت هنا طلع لك مين؟ 180. لما تيجي بالسماعه مش هتشغل بالك بالحته دي، هتفضل تطلع اللي فوق كام؟ فوق ال 180. وبعدين تسمع ها اول صوت هتسمعه عند كام؟ 180. وتنزل هيختفي عند كام؟ 160. افضل انزل، هيرجع تاني عند 140، مالكش دعوه، تفضل تنزل لغايه ما يختفي تماما عند كام؟ عند 80 او اذر ذلك. اتمنى تكون وصلت. اقولها تاني يا شباب، سايلنت جاب مشكلتها انك بتسمع بالصوت بالسماعه فما تسمعش بودانك الحته دي، لكن لو انت بتحس النبض هتحسه. ايه السبب؟ النوم مش معروف. بتحصل في الناس اللي عندهم هايبر تنشن وسام ارتيريال ديزيز. فالناس اللي عندها هايبر تنشن لو انا جيت بالسماعه على طول حطيت السماعه في وداني وبدات ارفع 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 الصوت هيختفي مني عند كام؟ دخل في الجاب هنا، اتوقع ان انا فين؟ فوق السيستم. لا، انا لو كملت كمان شويه الصوت هيرجع تاني عند 160 ويختفي تاني فين؟ وصلت؟ فانت لازم تستخدم البلباتري علشان تقول لك الاكسبكتد ها سيستول، تقريبا السيستول بتاعك كام؟ فحط ايدك على الريديال وابدا ارفع، هيختفي اكشوال عند كام؟ ها يبقى ده الاكسبكتد سيستول وده اللي هيكون السيستول الحقيقي. وصلت يا شباب؟ لو في حاجه ثانيه اجي لكم بعد المحاضره، لو في حاجه ثانيه. شكرا جزيلا لك. انا جاي لي كده، لو في حاجه ثانيه اجي لكم بعد المحاضره، انا موجود في المكتب. شكرا.